الشخص الذي قام بعملية التطعيم أو التلقيح ضد كوفيد 19 هو ممثل الصحة على ولاية على مستوى ولاية بس السيد مدير الصحة. كخطوة تشجيعية الأطباء يأخذون الجرعة الأولى من اللقاح. وهذا اللقاح إن شاء الله الناس كامل تتفادى الشائعات وتتفادى يعني المغالطات الخاصة باللقاح، وإن شاء الله نوفروا الكمية اللازمة على مستوى المواطنين ولاية تبسة. كافحت مدة عام ووقاني الله سبحانه وتعالى ضد هذا الوباء ولم أصاب. اليوم جئت متطوع كأول طبيب سيلقح إن شاء الله في هذا اللقاح. وعدل السيد الرئيس ووفى بوعده، قال أن الفاكسان أو اللقاح سيكون في أواخر جانفي أو أول فيفري، وهو يجسد وعده. وهؤلاء ينتظرون دورهم لأخذ هذه الحقنة. الأمر لا يستغرق سوى لحظات قليلة. جينا الفاكسيني وسمعنا باللي جابوا لي فاكسان، جينا الفاكسيني. دير الفاكسان هذا باش نجتنبوا هذا المرض هذا وخرات. ولا يديروا التلقيح تاع ضد كورونا هذه. قالوا كبر في السن ومرض مزمن. وبعد انتهائهم من عملية التلقيح يعودون مجددا إلى الطبيب. تفضل. الحاج حس روحك على السخانه والاخر ومنك كاينه حاجه هنا هاك ترجع لنا الحاجه ان شاء الله. 21 يوم وترجع دوزيام دوز الحاجه. هي مرحله اولى تتبعها اخرى حتى تلقيح اخر جزائري ضد وباء لا تزال الحرب معه مستمره.